بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي أخواني إخواتي الحلقة الأولى من سلسلة سورة الكهف وأحداث آخر الزمان. ففي هذه السلسلة أسبوعين إن شاء الله كيف أن المولى عز وجل يخبرنا في سورة الكهف عن أحداث آخر الزمان وحكمة الله عز وجل في إخبارنا بهذه الأحداث والتطبيقات العملية منها. فهذه هي الحلقة الأولى بعنوان القرآن وحال البشر في آخر الزمان، وكل هذا الموضوع وضعته بهدى من الله عز وجل في ثلاث حلقات لاستكمال هذا الأمر. فبداية إخواني إخواتي، نريد أن نبين ما هي العلاقة بين سورة الكهف وأحداث آخر الزمان. فالمنطق هو التالي: إذا تفكرنا في الحديث التالي لحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام، وجزء من هذا الحديث قال حبيبنا محمد: ما بعث الله من نبي إلا أنذر أمته، أنذره نوح والنبيون من بعده، وإنه يخرج فيكم. هنا يتحدث حبيبنا عن المسيح الدجال، فيخبرنا بأنه يخرج فينا، يعني في هذه الأمة وفي هذا الزمان يخرج الدجال فينا. ماذا نتعلم من هذا؟ تفكرنا في هذا الحديث وليس فقط القراءة السردية له، نتعلم كثير أمور. منها أولا بأنه بما أن حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء، إذن هذا الزمن الذي نعيش فيه هو آخر الأزمان، هو آخر الزمن، يعني آخر حقبة زمنية تمر على البشرية. وثانيا بأن الدجال يخرج فينا، يعني يخرج في هذا الزمان، والدجال هو آية عظيمة من آيات آخر الزمان. إذا تفكرنا في حديث آخر لحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام، وبين أمامكم على الشاشة ورواه مسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. فإذا نلاحظ من هذا الحديث بأن هناك علاقة بين سورة الكهف وموضوع الدجال. إذا نستنتج من هذا الحديث أيضا بأن السورة الوحيدة في القرآن الكريم التي لها علاقة مباشرة بموضوع الدجال هي سورة الكهف. وبما أن الدجال هو آية من آيات آخر الزمان، إذا نستنتج المنطقي من هذا بأن سورة الكهف تتحدث عن أخبار آخر الزمان. مرة أخرى نلخص هذا المنطق كما هو بينكم على الشاشة من الأعلى إلى على اليمين، أنه يظهر الدجال في زماننا هذا، أي في آخر الزمان، وسورة الكهف لها علاقة مباشرة بالدجال، موضوع الدجال. إذا الاستنتاج هو أن سورة الكهف تتحدث عن أحداث وأخبار آخر الزمان. إذا إخواني إخواتي، نستطيع أن نلخص هذا الأمر بأن سورة الكهف يخبرنا فيها المولى عز وجل عن أخبار آخر الزمان. والمنطق كما قلت بأنه بما أن الدجال هو آية من آيات آخر الزمان، وسورة الكهف لها هي السورة الوحيدة التي لها علاقة بهذا الموضوع مباشرة، إذا سورة الكهف تتحدث بشكل مباشر عن أخبار آخر الزمان. ولكن إخواني إخواتي، نريد أن نبين هنا لماذا الله عز وجل يخبرنا عن أحداث آخر الزمان. يعني ممكن الإنسان يتساءل يتفكر، لماذا يعني ضروري أن يخبرنا المولى عز وجل عن أخبار آخر الزمان؟ لخصت هذا الأمر في 3 نقاط، يعني حكمة الله عز وجل في إخبارنا في أحداث آخر الزمان. أولا، تصديق الذي بين يديه. ما معنى ذلك؟ يعني الوحيد القادر على أن يخبرك بما سيكون في آخر الزمان هو الله عز وجل. فإذا لاحظنا بأن سورة الكهف أخبار الذي فيها عن آخر الزمان تتطابق مع ما يحدث الآن في زماننا هذا، هو آخر زمان، آخر حقبة زمنية تمر على البشرية، إذن هذا تصديق بأن القرآن الكريم هنا عند الله، أن الوحيد القادر على إخبارك بما سيكون هو المولى عز وجل. هذه أول حكمة. ثاني حكمة، أن تكون مستعد رحمة فيك. يعني أنت كإنسان مؤمن تؤمن بالقرآن الكريم، عندما تكون أنت يعني تعرف ماذا سيحدث في آخر الزمان، إذن أنت تكون مستعد نوعا ما. ما معنى ذلك؟ بأن تصرفاتك تكون أفضل من أن تحدث لك هذه الأخبار ويصبح عندك حالة هلع،
لأن الذي لا يكون مستعد للشيء ويحدث له مفاجأة يصبح عنده هالة هلع، وممكن يتصرف بطريقة خاطئة ويؤذي نفسه ويؤذي غيره. إذا أول شيء تصديق، ثاني شيء استعداد، ثالث شيء النجاة. كيف النجاة؟ ستلاحظ إخواني إخواتي بأن سورة الكهف الله عز وجل يخبرك عن أحداث آخر الزمان، ولكن يخبرك أيضا كيف تنجو منها. يعني يخبرك عن الفتن العظيمة التي ستحدث في آخر الزمان، ولكن يخبرك بهدي القرآن الكريم كيف تنجو منها. إذا رحمة فيك بأن تنجو من هذه الأحداث. إذا إخواني إخواتي نقول، نلخص الآن بأن سورة الكهف من حكمة الله في إخبارك عن أخبار آخر الزمان فيها أولا تصديق، ثانيا استعداد، ثالثا نجاة. الآن نبدأ بسم الله في صلب موضوع الحلقة الأولى، وكيف نستطيع أن نستخلص من سورة الكهف أحداث آخر الزمان. نبدأ فيها بالترتيب، واستلاحظوا إخواني إخواتي شيء سبحان الله بأنه ترتيب الأحداث فيها أيضا ترتيب زمني. يعني ليس فقط في سورة الكهف بأن نرى الله يخبرنا الأحداث ماذا سيحدث في آخر الزمان، ولكن أيضا كيف ستحدث زمنيا من أول السورة فيها أول حدث لآخر السورة فيها آخر حدث. يعني الترتيب أيضا زمني، وطبعا من إعجاز القرآن الكريم ومن يعني التصديق بأن هذا الكتاب هو عند المولى عز وجل. لأن نبدأ في أول آية في سورة الكهف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، صدق الله العظيم. نتفكر فيها إخواني إخواتي، الأسلوب سهل جدا، أسلوب تفكر، فقط تفكر، لست بحاجة لمتطلبات سابقة ولا شيء، فقط تفكر. فأول حدث من أحداث آخر الزمان يبدأ بماذا؟ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. يعني يبدأ آخر الزمان، تبدأ الحقبة الزمنية الأخيرة على البشرية من بعثة محمد عليه الصلاة والسلام وتنزيل القرآن عليه. إذن أول حدث في نهاية الزمان هي بعثة محمد عليه الصلاة والسلام وتنزيل القرآن عليه. إذن بدأت حقبة آخر زمن من قبل حوالي أكثر من 1400 سنة، نقول حوالي 1500 سنة بدأت حقبة آخر الزمان. هذا أول، لاحظوا إخواني الترتيب الزمني، بدأت أمور آخر الزمان وحقبة آخر الزمان من بعثة محمد عليه الصلاة والسلام وتنزيل القرآن عليه. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، هذا أول حدث. لاحظوا إخواني الترتيب الزمني، ولم يجعل له عوجا، ولم يجعل له عوجا. لاحظوا الإعجاز في هذه الكلمات، ولم يجعل له عوجا، يعني الله عز وجل حفظ القرآن الكريم من التحريف ومن ظلم الناس وتحريف الناس لكتاب لكلام الله عز وجل. إذن هذا ثاني حدث من أحداث آخر الزمان، بأنه القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد المحفوظ من التحريف، الكتاب السماوي الوحيد المحفوظ من التحريف في آخر الزمان. إذن بدأت حقبة آخر الزمان ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام تنزيل القرآن، ثانيا ولم يجعل له عوجا، يعني القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد في آخر، هذا من أحداث آخر الزمان، من علامات، من آيات آخر الزمان، بأن الكتاب الوحيد على وجه الأرض الآن محفوظ من التحريف، كتاب السماوي الوحيد محفوظ من التحريف هو القرآن الكريم. طبعا لخصت إخواني إخواتي كل استنتاج في شريحة كما تشاهدونها على الشاشة، هذا الذي قلته، ولكن بالتلخيص لترسيخ المعنى إن شاء الله. تمام. إذا نريد أيضا أن يعني نفصل هذا أكثر أكثر، إذا نظرت إلى مثلا الكتاب النصارى البايبل، فيه يعني طبعا هم يعني مأخوذ أو يقال أنه مأخوذ روح هذا الكتاب من الإنجيل، من الوحي الذي أنزل على حبيبنا عيسى عليه السلام، ولكن كتاب النصارى فيه تحريف رهيب جدا. والذي يريد تفاصيل هذا الموضوع يمكن أن يذهب إلى موقعي، يعني لا يتسع المجال في هذه المحاضرة أنه تفصيل كل موضوع، كل مواضيع إن شاء الله مفصلة في موقعي الذي يعني تعرفونه، أو الذي لا يعرفه سأعطي الرابط في نهاية هذه المحاضرة إن شاء الله. ولكن بدون شك أنه كتاب النصارى البايبل محرف تحريف رهيب جدا، كتاب اليهود الذي يأخذ منه التعليم الدينية محرف تحريف رهيب، الكتب الأخرى الذي يعني أخذ روحها من الكتب السماوية
محرفة تحريف شديد جدا. فهذا تصديق لقول الله عز وجل ولم يجعل له عوجا. هذا حدث من أحداث آخر الزمان بأن القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد المحفوظ من التحريف، وهذه حقيقة موجودة الآن. طيب إذا طبقنا هذا الكلام على اللي قلنا حكمة الله في إظهار هذا الأمر، تصديق، استعداد، ونجاة. تصديق أول شيء بأنه هذا شيء واضح بأنه كل الكتب السماوية غير القرآن الكريم محرفة ما عدا القرآن. هذا تصديق بأنه الذي يقول لك هذا الكلام هو الله عز وجل الوحيد القادر على معرفة ما سيكون هو الله. ثانيا استعداد، أنت عندما ترى هذه الكتب لا تندهش، الله يخبرك بأنها بظلم الناس يحرف كلام الله عز وجل، والكتاب الوحيد المحفوظ للقرآن الكريم. ثالثا النجاة، كيف نجاة؟ أنه أنت يعني بدل أن تكون هذه الكتب فتنة لك إذا شيء تعارض مع القرآن في كتاب النصارى أو كتاب اليهود، كيف نجاة؟ الله عز وجل يقول لك ارجع إلى هذا الكتاب، هذا الكتاب الذي سيكون محفوظ من التحريف، فالأولى لك أن تتمسك بهذا الكتاب، فلن تكون الكتب الأخرى مصدر فتنة لك. لاحظوا إخواني كيف رحمة الله في هذا، تطبيق عملي في أحداث آخر الزمان وليس فقط قصة للتسلية. نكمل إن شاء الله الآيات 2-3 كما تشاهدون على الشاشة. بسم الله الرحمن الرحيم. قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وفي سورة الكهف 4-5 وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. إذن هنا حدث آخر في هذه الآيات من أحداث آخر الزمان. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. لاحظوا إخواني إخواتي، ثالث حدث، أول حدث بداية آخر الزمان، ثاني حدث القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد المحفوظ من التحريف، ثالث حدث انتشار الشرك بالأرض. هنا الله عز وجل يخبرك بأن من أحداث آخر الزمان انتشار الشرك، هذه المعصية يعني الذي لا يغفرها الله عز وجل إذا مات الإنسان عليها، الشرك بالله. لاحظوا أخواني، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، بدأ الله هنا يتحدث عن موضوع الشرك. إذا نستنتج من هنا انتشار الشرك بالله في الأرض في آخر الزمان، يعني من آيات ومن علامات آخر الزمان انتشار الشرك بالأرض. الآن لنفصل هذا أكثر وأكثر. تلاحظوا إخواني إخواتي، الشرك في الأرض الآن، أكثر أهل الأرض مشركون بالله، أكثر أهل الأرض قد أشركوا بالله عز وجل. أعطيكم أمثلة، النصارى أشركوا بالله عز وجل باتخاذ عيسى عليه السلام إله وابن إله، هذا الشرك. الهندوس أشركوا بالله عز وجل باتخاذ آلهة على شكل قرد وعلى شكل فيل، آلهة متعددة. تلاحظوا إخواني إخواتي، ما عدا أمة المسلمين كل الأمم الأخرى الموجودة على الأرض الآن عندها الشرك بصورة أو بأخرى، عبادة النار، عبادة النجوم، عبادة البشر، عبادة الحجر، عبادة الحيوانات. كل الأمم غير أمة المسلمين عندهم الآن الشرك بصورة أو بأخرى، وهذا طبعا واضح وفي موقع إدارة التفصيل هذا وأدخل إليه واضح جدا. إذن من علامات آخر الزمان انتشار الشرك. وبالمناسبة أنه فيما قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام لم ينتشر الشرك بالأرض بهذه الطريقة، يعني هناك فرق رهيب بين انتشار الشرك الآن في الأرض وبين ما قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام في أمة السابقة. كان هناك في شرك، وكان هناك ناس يعني كان في نوع من أنه كان في توحيد وكان في شرك. الآن معظم أهل الأرض قد أشركوا بالله عز وجل، هذه علامة واضحة من علامات آخر الزمان. لأن نطبق عليها الأمور الثلاثة، أول شيء تصديق مرة أخرى، يعني هذا تصديق لكتاب الله عز وجل. ثاني استعداد، فالله عز وجل يحذرك موضوع الشرك، وأنت تكون مستعد بأنه معظم من حولي معظم من في الأرض أشركوا بالله عز وجل، الله يخبرني بهذا. إذن هذا إجراء أو تصرف غير صحيح، لا أفتن فيه، لا أنجرف وراء النصارى ولا اليهود ولا الهندوس ولا غيرهم. ثالثا النجاة، كيف نجاة؟ الله عز وجل يحذرك موضوع الشرك،
يحذرك من هذا الموضوع بطريقة كبيرة جدا، يعني أيضا نجالك. الآن لأتوقف هنا قليلا أبين الحكمة إخواني إخواتي، لماذا الله عز وجل يعني يحرم الشرك بهذه الطريقة؟ يعني هناك إنسان يتساءل بأنه يعني هذا تساؤل منطقي، إنه لو كل من في الأرض أشركوا بالله عز وجل هل هذا يضر الله شيء؟ لا يضره، يعني بالمنطق المباشر لو كل من في الأرض أشركوا بالله هل هذا يضر الله شيء؟ لا. طيب لماذا الله عز وجل في القرآن الكريم في هذه السورة في سور أخرى عديدة يعني هناك وعيد ويعني تحذير رهيب جدا من موضوع الشرك، وأنه هي المعصية التي لا تختفر إذا مات الإنسان عليها؟ لماذا ما دام هي شيء لا يضر الله عجل، لماذا هذا الوعيد يعني التحذير الرهيب موضوع الشرك؟ هذا سؤال منطقي. لاحظوا أخواني أخواتي، جواب السؤال من القرآن الكريم، من أول آية في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، جواب السؤال إنه من رحمة الله عجل عليك بأن يحذرك والوعيد من موضوع الشرك بهذه الطريقة. لماذا؟ إذا نظرت إلى الأمم المشركة بالله عز وجل، وهي معظم أمم الأرض الآن غير أمة المسلمين، تلاحظ بأنه الشرك هو لن يضر الله شيء، ولكن يدمر حياة الإنسان تدمير رهيب. كيف؟ عندما الإنسان، أعطيكم مثال عن النصارى، وهذا المثال تقيسه على كل الأمم المشركة الأخرى، عندما يؤمن الإنسان النصراني بأن عيسى عليه السلام قد أخذ ذنوبه، لأن عندما يعمل جريمة معينة في عقله، طبعا خطأ هي الجريمة ويجب أن لا تعمل، ولكن بما أنه عيسى عليه السلام أخذ ذنوبه فمبدأ العقاب في الآخرة والعقاب الأبدي والمحاسبة الكبيرة غير وارد. نكون منطقيين وصراحة، نحكي بصراحة، طبعا الجرائم غير صحيحة، يعرف أنها غير صحيحة، يجب أن لا يعني تكون، ولكن في عقله بما أنه هناك شيء هو إله أو ابن إله أخذ هذه الذنوب، فمبدأ العقاب الأبدي وجهنم يكون ضبابي، ليس الشيء واضح عنده. فإذا تلاحظ في المجتمعات المشركة بالله عجل هناك نسبة الجرائم مقارنة في المجتمعات المسلمة، نسبة الجرائم ونوعية الجرائم وفظاعة الجرائم أكثر بكثير نسبة. لا يوجد مجتمع ملائكة، ولكن النسبة أعلى. فالشرك يذهب الرادع، موضوع المحاسبة، موضوع الجنة والنار يصبح ضبابي إذا كان الإنسان مشرك بالله عز وجل. مثال يعني ممكن تقيسه على كل أمم الأخرى، إنه موضوع الجنة والنار، لا يوجد دين على وجه الأرض يعطيك يعني وضوح الجنة والنار، وهذا يعني غير الدين الإسلامي. كل يعني المعتقدات الأخرى موضوع الجنة والنار والعقاب الأبدي ضبابي. فتلاحظوا إخواني إخواتي رحمة الله عجل كيف أنه كل هذا الوعيد في القرآن الكريم موضوع الشرك رحمة فيك، لأن الله يعرف ويعلم تأثير هذا الشرك على حياتك أنت كإنسان، يدمر حياتك، وليس أنه الشيء يعود يعني يضر الله عز وجل. لا، نكمل إن شاء الله. الآن في الآيات من 6 إلى 8 سورة الكهف، الله عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم فلعلك باخ عن نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا. الآن هنا ماذا نتعلم من أحداث آخر الزمان؟ أيضا انتشار الشرك تعلمنا شيء آخر، نتعلم من هذه الآيات بأنه إنه عدد الذين أشركوا بالله عجل في آخر الزمان سيكون كبير جدا، أكثر بكثير من عدد الموحدين بالله. والله يخبرنا بأنهم يعني لن يسمعوا لكلام الحق كثيرا في آخر الزمان. فلعلك باخ عن نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني أول شيء عددهم سينتشر، عدد الذين أشركوا بالله عجل هذا الشيء واضح. ثانيا سماعهم لكلمة الحق سيكون قليل جدا جدا. يعني سؤال لماذا؟ لخص هذا الأمر كما بينكم على الشاشة، عندما يشرك الإنسان بالله فإنه لا يؤمن بالعقاب في الآخرة، وبالتالي يفتن بزينة هذه الأرض فيصبح لا يريد أن يسمع لكلام يقول له نظم أعمالك بحيث تصبح هذه الحياة مبلغ همك وعلمك، واترك بعض ما في هذه الدنيا واستؤجر على ذلك في الآخرة.
فتلاحظ أن الله عز وجل بعدما ذكر بأنه الناس لن يسمعوا كثيرا لكلام الحق، قال إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إذا الإنسان عندما يشرك فموضوع الجنة والنار والأمور الأخروية يصبح عنده ضعيف جدا وضبابي، فيريد هذه الدنيا. لاحظ الإنسان مشرك بالله عز وجل يكون عنده نهم كبير جدا على هذه الدنيا. فتلاحظ سبحان الله ترتيب الآيات، الله يذكر أنه ما في الأرض وأنها فتنة للإنسان. فلأن الإنسان مشرك موضوع الأمور الأخروية ضبابي جدا، يصبح يريد أن هذه الحياة، فلا يريد أن يسمع إنسان يقول له يعني نظم أعمالك، أترك ما في بعض في هذه الدنيا لكي يكافئك الله في الآخرة، لا يريد أن يسمع هذا. تلاحظ أخواني كيف الأحداث يعني في سورة الكهف. إذن الأمور واضحة الآن إن شاء الله. الآن نكمل في سورة الكهف الآية 9-18. الله عجل يخبرنا هنا عن قصة أصحاب الكهف، قصة أصحاب الكهف. وملخص هذه القصة أخواني أخواتي بأن هؤلاء يعني الناس يعني صالحين موحدين فروا بدينهم وعملوا هجرة لكي ينجوا بدينهم من القوم الظالمين. وماذا نتعلم من هذه القصة، وما هي أخبار علاقتها بأخبار آخر الزمان الآن؟ فممكن نتعلم أول استنتاج كما بينك على الشاشة بأنه سيكون الإنسان الموحد في نهاية الزمن في وضع وحدة وغربة لكونه مختلف عن معظم الناس، ولكن سيقوم الله برعايته وإعطائه من الأسباب لينجو بدينه ونفسه. يعني من آيات آخر الزمان بالإنسان المؤمن الصادق الموحد سيكون عداد هؤلاء البشر قليل جدا جدا في آخر الزمان. الإنسان الموحد الصادق، وليس فقط المظاهر التدين، ولكن الإنسان المؤمن الصادق الذي يدعو يسعى لإلاء كلمة الله عز وجل، يعني هذا النوعية من البشر ستكون قليلة جدا جدا، وسيكون مثل أصحاب الكهف ملاحق في وضع غربة ووحدة، وسيشعر كأنه وحيد في هذه الدنيا، يشعر بوحدة رهيبة جدا لأنه اللي مثله قليل جدا، فيشعر بوحدة وغربة ويكون ملاحق، وممكن أن يعني يحاول إيذاؤه نفسيا وجسديا. فهذه نتعلمها من لاحظوا إخواني إخواتي ما أجمل القرآن الكريم، لاحظوا إخواني ما أروع هذا الكلام، إنه من كيف الله عجل يعني يخبرك بحدث من أحداث آخر الزمان بعدما تحدث الله عجل موضوع الشرك. لاحظوا يخبرك، لاحظوا إخواني كيف ترتيب الآيات الزمني، انتشار الشرك في الأرض بشكل كبير جدا، بعدها يصبح الإنسان موحد غريب وحيد ملاحق منبوذ حتى في أسرته الواحدة، حتى في الأسرة، في الأسرة الشاب أو الشابة المؤمن الصادق الذي يسعى إلى كلمة الله عز وجل ينظر له بأنه غريب لا يفهم الدنيا، حتى في نوع يعني كأنه شيء يعني شيء غريب مثل أصحاب الكهف. ولكن نتعلم شيء مهم جدا، أن الله يخبرك بهذا الأمر، ولكن أيضا يخبرك بأن الله عز وجل هيئ لهم من رحمته. إذا بقيت على سعيك إلى كلمة الله عز وجل وعلى إيمانك، الله عز وجل سيهيئ لك من رحمته وينجيك بدينك وبنفسك. ولكن متى يحدث هذا؟ يعني تلاحظ أصحاب الكهف أكثر من 300 سنة بعدها فرجها الله عجل عليهم. إذا أنت إذا كنت شاعر بوضع الغربة والوحدة والإيذاء النفسي والجسدي، تصبر إن شاء الله. الآن الوقت ليس بيدك، متى يعني يفرجها الله عجل عليك، متى ستنتهي هذا الوحدة ويعني يعطيك الله عجل من نعمه ومن رحمته. هذه الفترة ممكن تكون 5 سنوات، ممكن 10 سنوات، 20 سنة. فالله عجل يضرب لك مثل في أصحاب الكهف أكثر من 300 سنة، ولكن خلاصة الموضوع في النهاية الله عز وجل سينجيك ويكون معك. طبعا هذا الأمر يعني نلاحظه الآن من أحداث آخر الزمان. الإنسان المؤمن الصادق غريب في هذه الدنيا ملاحق، يعني يسمح الإساءة سواء الإساءة النفسية أو الإساءة الجسدية. وأيضا الله عز وجل يعني في تفاصيل أخرى في يعني قصة أصحاب الكهف
فاجا يقول في سورة الكهف 19 الآيات 19 22 بين أمامكم على الشاشة، إنه أيضا يعني نتعلم من قصتهم بأنه سيكون الإنسان الموحد ملاحق في آخر الزمان، إما محاولة إنهائه جسديا أو تدميره نفسيا عن طريق إخراجه عن الصراط المستقيم عن دينه. طبعا هذه نلاحظها بشكل جلي جدا في هذا الزمان. نكمل إن شاء الله الآيات من 23 إلى 26 نبين أمامكم على الشاشة. طبعا هي يعني التفكر إخواني إخواتي لا ينتهي في القرآن الكريم، ولكن يعني أبين لكم بعض الذي هداني له الله عز وجل في هذا الموضوع، وإن شاء الله في المستقبل إذا هداني الله عز وجل لأمور أخرى سأبينها إن شاء الله. ونأتي إلى الآيات من 27 إلى 31، فبداية هذه الآيات بسم الله الرحمن الرحيم: واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. إذن هنا الله يعلمنا شيء آخر من أحداث آخر الزمان، بأن وظيفة الإنسان الموحد المؤمن في نهاية الزمان هي السعي لعلم الله عز وجل. واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا، وأن يصبر الإنسان نفسه مع الموحدين في آخر الزمان، وأن لا يتبع من هو مسرف وضال بسبب كثرة وقوة هؤلاء في آخر الزمان. إذن إخواني إخواتي، إلى هنا نتعلم أيضا شيء آخر، بأن الله عز وجل يعني يعلمك بأن وظيفة الإنسان الموحد في آخر الزمان، وفي كل زمان طبعا هي، ولكن هنا التركيز على آخر الزمان لأنه كما قلت أعدادهم بيكونوا قليلين جدا، بأنه واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك، يعني السعي إلى كلمة الله عز وجل. وهذا تصديق لآية أخرى في القرآن الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. دائما إخواني إخواتي وظيفة الإنسان المؤمن الموحد الصادق هي السعي لإعلاء كلمة الله عز وجل، الدعوة إلى الله عز وجل، السعي لتكون كلمة الله هي العليا. إذن أنت في آخر الزمان مع كل هذه الفتن ومع كل هذه الأمور ركز على شيء واحد، إنه تسعى لإعلاء كلمة الله عز وجل، الدعوة إلى الله عز وجل، ولا تخف الله سيتكفل بأمرك. إذن هذا شيء مهم جدا إخواني إخواتي، لاحظ النجاة كيف كل هذه الفتن كل هذه الأمور تحدثنا عنها، ركز على شيء واحد، الدعوة إلى الله، السعي لتكون كلمة الله هي العليا. ممكن تكون مهندس، دكتور، أي شيء، استخدم علمك لإعلاء كلمة الله عز وجل، ولا تخف الأمور الأخرى، هذه الفتن الله عز وجل سينجيك منها. حتى لو أصابك فتن ابتلاء، أو طبعا سيصيبك ابتلاء، إذا أصابك ابتلاء سينتهي إن شاء الله وستكون من الفائزين إن شاء الله. إن شاء الله في الحلقات الأخرى نكمل أحداث أخرى في سورة الكهف وعلاقتها في زماننا هذا. يعني أريد أن أتكلم عن يعني نفصل شيء أكثر وأكثر. نرجع إلى حديث حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام بين أمامكم على الشاشة: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. الآن نريد أن نفهم كيف أن أول 10 آيات من سورة الكهف تعصم الإنسان من الدجال، كيف ذلك؟ نريد أن نفهم هذا الأمر. يعني إخواني إخواتي نريد أن يعني نبدأ في تبيان من هو الدجال. الدجال كما بين أنكم على الشاشة هو تلميذ الشيطان، يعني أوضح لكم هذه الأمور بطريقة أسهل إن شاء الله. الشيطان تكلمت عنه أنا في كثير من محاضراتي، يوسوس لك بصوت مطابق صوت النفس، تكلمنا عن هذا الموضوع، تسمع صوت في عقلك في أفكار سوء وفحشاء وأن تقول على الله ما لا تعلمون، هذا الشيطان يوسوس لكل إنسان فينا. تصور لو إنسان هذه الأفكار اللي يسمعها صدقها 100%، يعني التلميذ المفضل للشيطان يسمع هذه الأفكار تقول له اقتل، اسرق، اكفر بآيات الله عز وجل، افتن الناس، كل هذه الأمور، وينفذها بالكامل. افرض أن هناك إنسان مثل هذا، هذا هو الدجال. الدجال هو الإنسان المفضل أو التلميذ المفضل لدى الشيطان، يعني وكأنه إنسان يلفظ بما يريده الشيطان 100%. أنت كإنسان تسمع هذه الأفكار، تنفذ بعضها، تقاوم بعضها، يعني إنسان يسرق لا يسرق لأعلى درجة، لا يزني لأعلى درجة، تقاوم هذه الأفكار تأتيك في عقلك. تصور إنسان فيش مقاومة، كل الذي يسمع في عقله ينفذ من الشيطان أفكار السوء والفحشاء وأن تقول على الله ما لا تعلمون، هذا هو الدجال. إذن ليس شيء لغز أو شيء يعني صعب فهمه، إنسان وكأن الشيطان يلفظ من
يلفظ وحركاته وأفعاله كأنه يعني شيطان. هذا هو الدجال. الآن فعندما نتحدث عن الشيطان أو الدجال نفس الشيء، عندما نتحدث عن الشيطان أو الدجال، فقط الدجال هو عبارة عن شيء ترى أمامك، إنسان، هو إنسان طبعا إنسان، ولكن كأنه شيطان بأفعاله وأقواله. طيب، ما علاقة أول 10 آيات وكيف تحميك من فتنة هذا الدجال أو فتنة يعني الشيطان، لأنه الدجال هو التلميذ المفضل للشيطان. الآن إذا رجعنا إلى أول 10 آيات من سورة الكهف كما تشاهدنا معك على الشاشة، هذه الأول 10 آيات من سورة الكهف، إذا أردنا أن نقول ما هو الموضوع الرئيسي تتحدث عنه هذه 10 آيات، نقول هو موضوع الشرك. يعني الموضوع الرئيسي اللي تتحدث عنه هذه 10 آيات هو موضوع الشرك بالله. تمام؟ إذن وفهمنا خطورة موضوع الشرك وآثار المدمر على حياة الإنسان، عدم وجود رادع للقيام بأي شيء وبالجرائم وكل هذه الأمور. إذن كيف أنه هذه 10 آيات تحميك من فتنة الدجال؟ بما أنه هذه 10 آيات تتحدث عن موضوع الشرك، إذن أكثر شيء يريده الدجال والشيطان الإنسان أن يشرك بالله عز وجل. مرة أخرى، بما أن الموضوع الرئيسي لأول 10 آيات من سورة الكهف هو الشرك، إذن الذي يريده الشيطان والدجال تلميذ المفضل أن يقنع الإنسان فيه هو أن يكون مشرك بالله عز وجل. إذن بما أنا تعلمت من هذه 10 آيات خطورة الشرك، وأن أكثر أهل الأرض في هذا الزمان قد أشركوا بالله عز وجل، وآثار الشرك المدمر على حياتك، إذن وأخذت أمثلة من النصارى وأخذت أمثلة من أمم أخرى، إذا فهمت هذه الآيات 10 من سورة الكهف، تفهم خطوط الشرك، مهما أتتك فتن تريد أن تذهبك إلى الشرك بالله عز وجل ستكون محمي من هذا. فهمنا إخوان إخواتي كيف أن هذه 10 آيات تحميك من فتنة الدجال، وفتنة الدجال وفتنة الشيطان هي الفتنة الرئيسية التي تريدها لك هو الشرك بالله عز وجل، لأنه هذا يجر وراء 100 أو ملايين الأمور السيئة الأخرى. فهمنا إن شاء الله إخواني إخواتي كيف يعني عمق أكثر في حديث حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام، من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصمة من الدجال. الآن إن شاء الله هذه يعني نهاية الحلقة الأولى من أحداث آخر الزمان وعلاقتها بسورة الكهف، وكيف أنه 3 أهداف: التصديق، الاستعداد، والنجاة. تلاحظوا في كل حدث هناك تصديق بأن هذا الكتاب هو عند المولى عز وجل، استعداد، ونجاة، كيف تنجو من هذه الفتن في آخر الزمان. الآن الحلقة الثانية إن شاء الله ستكون بعنوان الفتن والشيطان في آخر الزمان، والحلقة الثالثة والأخيرة في هذا الموضوع ستكون بعنوان الدجال والمهدي. ولمعرفة التفاصيل أكثر عن أي موضوع من هذه المواضيع التي تحدثت فيها، رجاء التفضل بزيارة موقع شبكة الإنترنت www.quran-miracle.com، يمكن التواصل معي عن طريق البريد الإلكتروني zquran@gmail.com. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.